طيب معانا عبر زوم دلوقتي شخصيه مهمه جدا جدا، جوليوس اونانا. ده كان مدافع سابق للمنتخب الكاميروني وكان مرشح على الاتحاد الكاميروني قدام سامويل ايتو في الانتخابات الماضيه. هنتكلم معاه كتير عن تنظيم الكاميرون لهذه البطوله، مواجهه مصر والكاميرون، وايضا تصريحات سامويل ايتو الاخيره. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري. Monsieur Onana, vous m'entendez? Je vous entends. Il vous. C'est un grand honneur pour moi aussi de. إنه لشرف كبير لي اليوم أن أكون مع التلفزيون المصري، فهو تلفزيون عريق. طيب يا فندم، سؤالي بداية كده بشكل عام، ما رأيك في تنظيم الكاميرون لكأس الأمم الأفريقية حتى هذه اللحظة؟ Pardon. Je pense que jusqu'à présent, الآن أن globalement la CAN est في المجمل أن بطولة الأمم الأفريقية تدار بشكل جيد. كان هناك الكثير من المشاكل الصغيرة جدا والتي استطعنا التعامل معها مباشرة. وأنتم تعلموا جيدا أن استقبال 24 دولة مختلفة بوفودهم باللاعبين بالصحفيين هذا يستلزم الكثير. وفيما يخص المعايير الدولية التي تتم في جميع البطولات، نحن لسنا ببعيدين. فالاستادات جيدة، الفنادق في مستوى رائع، في بعض الأحيان الطعام يمثل المشاكل لأنه مختلف من الدول التي مختلف عن الدول التي أتت منها الفرق. لكن أعتقد أن في المجمل أن التنظيم جيد. فيما يخص ما أثير حول اختبار كوفيد ونتائجه، أعتقد أنها غير مبررة. وأعتقد أيضا أن الكاف هو ما يدير ذلك الموضوع ودائما ما يعلن الحقيقة فيما يخص اختبارات فيروس كورونا. لازم أسألك بشكل تنظيم المباريات، كان يوجد الكثير من المباريات على نفس الملاعب، وهذا أفسد نوعا ما أرضية الملعب. لا، وأعتقد أن الكاف تفهم الموقف وكنا نعالج الموقف مباشرة. كيف ترى المواجهة الكبيرة اللي هتجمع المنتخبين الكبيرين مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس؟ أنتم تعلمون أننا نحن في الكاميرون نحترم مصر كثيرا. بالإضافة أن نحن نعترف بأن مصر لديها أفضل لاعبين في أفريقيا الآن. إذن الكثير من الاحترام للفريق المصري وخاصة محمد صلاح. تصريحات وأعتقد أيضا أن الكاميرون لا تخاف من الفريق المصري ولا تخشاه، لأننا في 2017 استطعنا تحقيق نتيجة جيدة، ومنذ عام 2017 حتى الآن أعتقد أن أداءنا تطور، وأعتقد أننا الند بالند لمصر الآن، وسوف تكون مباراة رائعة.
تصريحات اليوم متبادلة بين أو يعني سامويل إيتو تحدث عن مباراة كالحرب، مباراة منتخب مصر، وكيروش كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رد على هذه التصريحات بأن مباراة كرة القدم لا يمكن أبدا أن تكون حرب. أنتم تعلمون أن في هذه التعبيرات تستخدم نوعا ما مع لاعبي كرة القدم، وأؤكد لكم أنها ليست حرب، أنه ماتش، أنها مباراة قوية. إذن الكثير من الاحترام لكم، ولن يكون هناك أي شيء سيء على أرضية الملعب. نحن لدينا الكثير من الالتزام، واللاعبين لديهم القوة الجسدية الكافية من الفريقان، ولديهم التكتيكات الخاصة بهم، وأعتقد أن الفريقان لديهم الأسلحة التي سوف يلعبوا بها. رأيك إيه في تعيين بكاري جسامة حكما لهذه المواجهة؟ اعتراض رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيينه، رأي الجانب الكاميروني إيه في تعيين بكاري جسامة؟ تعلمون أنني لا أحب التحدث فيما يخص التحكيم والحكام، ولا أفضل ذلك، لأنه مجال الكاف هو يعرفه جيدا ويديره. أعتقد أيضا أن قبل المباراة يجب أن لا نثير الكثير من الجدل حول التحكيم والحكم. وأنتم تعلمون جيدا أن التكنولوجيا الآن تسمح دائما بتصحيح أخطاء أي حكم. إذن أن الحكم ليس له مطلق الحرية، ولا يستطيع أن يقوم بأي أعمال ليست واضحة وصريحة خلال المباراة. وأؤكد لكم أننا يجب أن نترك الأمور تسير، ويجب أن نطرح الثقة في طاقم التحكيم والتكنولوجيا. لو كان ليك الاختيار، كنت هتختار منتخب مصر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا كنت هتختار منتخب مصر في نهائي البطولة؟ أعتقد أنه سؤال صعب. كنا إحنا قابلنا مصر في النهائي عدة مرات، وللأسف النتيجة كانت كما تعرفونها. لكن في بالأكيد هناك فريق كبير سوف يخرج في النهائي. وأعتقد أن الكاميرون سوف تذهب لتلعب المباراة النهائية يوم الأحد القادم. أعتقد أن مصر اللي هتوصل عموما يعني. بس سؤالي الأخير ليك هو، يتحدث الناس في القارة الأفريقية عن مستقبل كبير إداري لسامويل إيتو في إدارة الكرة الأفريقية، رأيك إيه في إدارة سامويل إيتو للاتحاد الكاميروني ومستقبله فيما يخص الكاف والكرة الأفريقية بشكل عام؟ أعتقد أنه يجب أن يسير خطوة بخطوة، وهو بالفعل قدم نفسه لانتخابات الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ونجح فيها. وكل ما سيقوم به من نجاحات في الاتحاد الأفريقي لدولة الكاميرون هو ما سوف يذهب به أبعد من ذلك ويصعد في المناصب. إذن يجب أن نذهب بخطوات ثابتة، ونظهر رؤية جيدة لكرة القدم الكاميرونية، ونظهر رؤيتنا للجميع.
ونكون قادرين على إدارة كرة القدم، وسوف نرى هل سيكون هناك مستقبل على مستوى أفريقيا أم لا. هذا هو حديثي. جوليوس أونانا مدافع المنتخب الكاميروني الأسبق المرشح السابق للاتحاد الكاميروني، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة جدا، شكرا جزيلا.